بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان عرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولشعب سلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة مشيدا جلالته حفظه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور